السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام مع أخيكم إسماعيل الجعبيري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. النهاردة هنتكلم عن تفسير بعض الرؤى التي تبشر بالزواج. هذه الرؤى إن شاء الله تبشر لمن لم يتزوج، سواء إذا كان شابا أعزبا أو بنت أعزباء، هذه الرؤية تبشرهما بالزواج إن شاء الله، وربما تدل المرأة المطلقة على زواج من جديد وليس رجوع. أول رؤية معنا رؤية الشاب الأعزب للمستشفى. أنا دائما أقول أن رؤية المستشفى محمودة جدا جدا جدا، وليها علاقة بتحقيق الأمنية بصفة عامة، وقد تدل على الزواج بصفة خاصة، لأن الزواج للشاب الأعزب ربما يكون أمنية، وطبعا دي أمنية لكل شاب، فهذه فطرة فطرنا الله تبارك وتعالى عليها اللي هي الزواج. رؤية القمر في غرفة النوم، هذه الرؤية تدل على الزواج بدلالة أن رؤية القمر محمودة، لا سيما إذا كان القمر في غرفة النوم، فهذه الرؤية تبشر بالزواج. رؤية الشاب يتبول في ثيابه، وهذه الرؤية قد تكون مزعجة، يعني حينما يستيقظ يعني قد يعني يشعر بالانزعاج، وممكن يقوم يدور على ملابسه هل في بول فعلا ولا لا. لكن أنا دائما أقول أن الرؤى لا تؤخذ على ظاهرها إلا الأسماء، الأسماء في المنام هي التي تفسر على ظاهرها، شخص اسمه سعيد خلاص يبقى في سعادة، إنما الرؤى لا تؤخذ على ظاهرها. فرؤية الشاب يتبول في ثيابه، فهذه الرؤية تبشره بالزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية الدرج، يعني في مثلا أنتري وفي أدراج، رؤية الدرج هذه الرؤية تبشر بالنسبة للشاب الأعزب بالزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية ذبح الذبيحة وتقطيع لحمها، هذه الرؤية تبشر بالزواج في الفترة المقبلة بالنسبة للشباب أو بالنسبة للفتيات. رؤية فناجين القهوة وهي ممتلئة والفنجان شكله جميل، القهوة شكلها جميل، هذه الرؤية تبشر بالزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا أنا دائما أقول أن الدورة الشهرية في المنام محمودة جدا، سواء للمرأة المتزوجة أو حتى للبنت العزباء. بالنسبة للمرأة المتزوجة دي سعادة زوجية، إنما بالنسبة لنا احنا الدورة الشهرية بالنسبة للبنت العزباء رؤية تبشرها بالزواج في الفترة القادمة. رؤية التماثيل الفرعونية بالنسبة للبنت العزباء رؤية تبشرها بالزواج. رؤية نزول اللبن من ثدي البنت العزباء، هذه الرؤية تبشرها بالزواج. بالنسبة للشاب الأعزب حينما يرى الفكهاني، الرجل الذي يبيع الفاكهة، هذه الرؤية تبشر بالزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.